اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان التعاون البناء بين كافه اعضاء فريق البحرين وجهودهم المشتركه المخلصه اساس تبنى عليه العديد من المنجزات التنمويه وتتحقق به النجاحات الرافده للمسيره التنمويه الشامله بقياده حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واشار سموه الى ان خدمه الوطن وابنائه هو الهدف الذي تنطلق منه كافه الخطط والبرامج والمشاريع الحكوميه في مختلف المسارات التنمويه بما يسهم في تحقيق التطلعات الوطنيه ويعود بالخير والنفع لصالح الجميع ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر القضبية اليوم معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفه الخليفه وزير الماليه والاقتصاد الوطني وعدد من اصحاب السعاده من كبار المسؤولين وسعاده السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفه تجاره وصناعه البحرين. حيث لفت سموه الى ما تبذله السلطه التشريعيه من جهود هدفها تحقيق المزيد من التطلعات والطموحات التي تسهم في تقدم ورفعه الوطن. مشيرا الى الحرص على مواصله تعزيز وتطوير مسارات العمل المشترك بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه ومؤسسات القطاع الخاص بما يصب في خلق المزيد من الفرص الواعده التي تسهم في تحقيق الاهداف المرجوه على الصعود كافه لافتا سموه الى اهميه مواصله المساعي الهادفه الى تحقيق الاستدامه الماليه وتعزيز النمو الاقتصادي لصالح المواطنين. وقال سموه ان وتيره العمل والانجاز الوطني تتواصل بعزم كافه اعضاء فريق البحرين نحو تنفيذ الرؤى والخطط والبرامج التنمويه الراميه الى خلق المزيد من الفرص النوعيه لابناء الوطن ورفع جوده وكفاءه مختلف الخدمات الحكوميه عبر تطويرها المستمر بما يسهم في خلق المستقبل المستدام وبناء مستقبل البحرين المشرق الذي يطمح اليه الجميع مشيراً سموه إلى الدور الحيوي لمنتدى بوابة الخليج 2024 كمنصة جاذبة للاستثمارات ترسخ مكانة مملكة البحرين التنافسية، وتدعم جهود تنويع القاعدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية التي تضاعف حجم الاستثمارات في المنطقة. من جانبهم عرب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بتعزيز وتطوير كافة أوجه العمل المشترك مؤكدين مواصلة بذل الجهود لتحقيق التطلعات الوطنية بما يعود بالنماء والازدهار على مملكة البحرين وأبنائها الكرام